ماني قادر امشي، في واحد قدام السيارة معطلني. ما كنت عارفين ليش انا جيت هنا. انا جيت هنا عشان صاحبي نبيل جاي ينظف بيته لانه اهله سافروا، فجاي ينظف وكان جاي لوحده، وانا كنت راح المكتب عشان اصور حلقه اللي امس، ويريد الله واقول له يعني انا اجي معك عادي يعني اخويك عشان ما يكون لوحده. مع السلامة بيت نبيل، مع السلامة. أبغى أسألكم، الفلوقات كيف؟ عجبتكم إلى الآن؟ so far؟ شكراً على الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حامد القباني، أكيد تعرفوني. المهم اليوم حيصير كسوف الشمس، ظاهرة عجيبة لأنه الشمس ما راح تكسف زي كذا وما كسفت من 1918. إحنا اليوم 2017، يعني لها الكلام هذا لي 99 سنة، فالشيء ده ما راح يصير إذا أنا حكون حي. الموضوع مرة مهم، ظاهرة مرة عجيبة، لأنه اللي حيصير مو ما صار من 100 سنة، إنه من الغرب للشرق، من كاليفورنيا إلى بوسطن، لأنه كاليفورنيا في الغرب يا في الغرب يا في الشرق، ترى والله ما أعرف، إلا في الغرب يا شيخ، من الغرب للشرق. حنروح MIT أنا ويوسف، كلمت يوسف ما كان يدري على هذا الموضوع وحنصور. وبرضو شيء ثاني مهم، الكسوف هذا حيكون كامل لبعض المناطق، يعني أنا في أمريكا في بوسطن حيكون نسبة التغطية 63%. هاي سكيت بورد. فش كنت بقول؟ So that never happens there. Doc, final question for you. What are you looking at for today's eclipse? Well, when you look up in the sky, first of all, be sure to have your surround the sun. هذا اللي حيصير. It's about 1,000,000 degrees. Much. كل المواقع والتويتات اللي في تويتر تقول ما ينفع تطالع في الكسوف دايركتلي، يعني ستريت، لانه ممكن يعور عينك، مو يعور عينك، ممكن يعميك. وحقيقة يعني من غير نظرات مو هذه نظرات حقتهم. ابو يوسف جاء اخيرا، فيلا نازل له انا. ايش هذا جايب لي نظارة؟ ها؟ تشكر لك. انا والله حاضر. ليه متاخر؟ انا ماني متاخر حامد، ماني متاخر. الشمس متأخر. شوف الشمس حيصير لها كسوف زي كذا. باقي 15 دقيقه استنى اسوي لك كسوف. خلاص تمام، يلا مشينا يا شيخ. 15 دقيقه. طب بدينا عنوان سريع. تشتغل كذا لازم تحطها على الشمس. ادري شايفين ولا لا؟ ايه كذا صح، شايفين كيف تشتغل؟
اعطي تصحيحا للمعلومات اللي قلتها في بدايه الفلوق. الهرجه وما فيها انه هذه اول مره من 99 سنه يصير كسوف في كل انحاء امريكا. ونفس الهرجه بس انه صح من الغرب للشرق، بس اول مره يصير في كل انحاء امريكا يعني في نفس اليوم. ولا يصير الكسوف هو كل سنه في مكان، في مكان ما في الارض. الحين انا وابو يوسف قاعدين نستكشف كيف حنصور الكسوف حيصير. احنا مو معانا النظارات العاديه. ايش حسوي ابو يوسف؟ فكرت اجيب اختراع يغطي العدسه بقطعه قماش، بس يعني قطعه القماش اللي عندي توم فورد. هم قاعدين يقولوا اشتري نظاره وحطها عليه. صدق هاي جبت نظاره؟ لا نظاره Oh, it's happening. Yep, yep, yep. Look, look, look. But you're here on campus now. Oh, yeah, cool. You've been here for This is the peak, I think. ها هي ساعات أذان من الحرم الكريم. الله يرزقنا الصلاة في الحرم. يا شباب قاعدة تسير الهرجة، قاعدة تسير حالياً. Dude, it's so dark. It's so dark. Whoa! Take them all. Woo! أترك هذا الفلوق بجملة مرة مشهورة بس يمكن كثير ما يعرفوها لأنها بالإنجليزي. It's impossible until someone does it. يعني مستحيلة حتى أحد يسويها. إيش اللي خلاني أقول هذه الكلمة؟ إنه لما كنت قاعد أصور اللي صار كلهم كل شوي يجيني واحد يجي يقول لي حامد والله أنت لو صورت حتنحرق عليك العدسة وحنحرق عليك الكاميرا، وما سمعت كلامهم لأني كنت عارف في قلبي إنه هذا الكلام غلط وسويت الكلام وصورت. ولكن عرضت 2000 دولار على كاميرا على موقف يعني كان صورت بالايفون ولا خرب الايفون كان عادي الكلام، لكن لما نصور بالكاميرا و2000 دولار وانت خايف بس انت مصدق في نفسك انك انت تقدر تسوي هذا الكلام ما راح احد يقدر يوقفك. وبقول هذا الكلام لكل الناس، انا لما بديت التصوير اهلي ما كانوا حابين هذا الشيء نهائيا وما كانوا يبغون يكون تخصص التصوير، ومره عانيت في هذا الشيء ترى في البدايه اكثر منه دحين. ولكن الاستمراريه وحب الشيء اللي انت قاعد تسويه تنجح. سلام. Don't you know, it is getting hard.